بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا زدنا من الخيرات واجعلنا من أهل البينات حتى نتغلب على أعدائك أهل المتاهات وأهل الأكاذيب والترهات. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. تاخذ المسألة يا توانسة، تكذب على أنفسك. في بالكم الديمقراطية، يعني ديمقراطية تحدثوا الحاكمية لله ولا للشعب؟ فاس في معظمه، يعني ديمقراطية ديمقراطية. قاعدين تقلدوا في أسيادكم اللي هما مش أسياد بذاتهم، هما عندهم زاد كذلك عيوبهم اللي يدركوا فيها ويمثلوا علينا باش يضيعونا فيها ويعطيونا عكس العيوب. على ما تنطاليش علينا حيال الظالمين، حطوا في بالكم إذا كان أنتم إغراء نحن ضد الإغراء. نسأل الله السلامة، ونسأل الله السلامة لأنفسنا ولجماعتنا المؤمنة ولتونس وغير تونس، لأنها أرض كان على أهلها أن يكونوا في بنائها بالإسلام لا غير الإسلام، فاتخذوا أعداء الإسلام قدوة وأسوة، فكما كان من خراب البنيان بكل أصنافه، بنيان عقلي وبنيان روحي وبنيان علائقي وبنيان اقتصادي وبنيان فني، وهلم جل. نسأل الله السلامة.